السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. غبت عليكم بزاف، طولت عليكم بزاف، سمحوا لي كانت عندي ظروف. راكم عارفين من بعد الحجر الصحي وبدينا الاجراءات ديال الوريقات للوليدات على حسب المدرسه على اللي غينتقل للثانويه الاعدادي، كل شيء راكم عارفين. استسمح حبيبي، ودابا رجعت ان شاء الله بحول الله غادي نرجع معكم. عندنا فلوقات، عندنا بزاف د الحوايج الصيف هذا، يلا غادي نطلقوا ان شاء الله بحول الله. اليوم حبيبي غادي ندير معكم هاد الطاجين ديال البسباس والبازيلاء اللي هي جلبانه، ان شاء الله بحول الله غادي تبع معايا المراحل، كيجي غزال غزال غزال، كيجي روعه وكيجي فاتر، يعني ديروا غير العزيز عليك. يلا حبيبي خليكم معايا وندوزوا الطريقه. نبداو البنات على بركه الله. اول حاجه هو انني نص ساعه ولا ربع ساعه قبل ما كنبدا نطيب كندهن الطاجين بالزيت باش كيتشرب داك الزيت. ودابا غادي ندير شويه ديال الزيت اللي غادي نطيب فيه، وغادي ندير فيه البصله اللي هي مشلضه على هذا الشكل هكذا. تقدروا البنات ديروها دوائر، مي انا دائما كتعجبني كتكون مشلضه، وملي كنكون مزروبه راني حتى انا كنديرها دوائر وكندوز. هنا البنات عندنا فخيلات ديال الدجاج، تقدروا تستعملوا الدجاج، تقدروا تستعملوا الديك الرومي، تقدروا تستعملوا اللحم، تقدروا تستعملوا السمك الابيض حتى هو كيجي غزال. عندي هنايا زريعه ديال القزبر، غادي ندير كميه تكون زوينه ديال تقريبا واحد المعلقه كبيره. وغادي ندير الابزار الابيض، تقدروا ديروا الاسود كذلك. وعندي هنايا الخرقوم البلدي اللي هو الكركم اللي ما كنستغناش عليه، اللي ما كنستعملش الملون الغذائي. وهنا عندي الثوم المجفف، تقدروا تستعملوا الثوم العادي، انا ما كاش متوفر عندي، يعني استعملت غير هذا. والملح على حسب الذوق البنات، كل واحد وكيفاش كيعجبو يعني نسبة الملح في الأكل. وغادي نضيف زيت الزيتون باش نخلط دوك التوابل مع هاد الفخيدات هادو. أنا كنفضل دائما البنات نخدم بيديا باش كتعجبني نشرم الحاجة كيف بغيت، داك الشيء كي ديال المعلقه وفرشيطه ما كنخدمش معاه، كيعجبني حاجه نقيسها بيدي باش نرتاح فيها مزيان. غادي نخلطو مزيان هاد التوابل البنات حتى كنخليهم يدخلوا هكاك، وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا غير ربع ساعه، لان غادي يطيبوا على الطاجين يعني عندهم الوقت باش يتشربوا ديك التوابل. صافي البنات، هنا نتوما كيف كتشوفوا عندي البصله اللي درت قبيله، غادي نستف عليها دوك الفخيدات ديال الدجاج كلهم. راني خليت البنات هذاك لو سوبور ديال الكاميرا، يعني ان شاء الله يعني الفيديوهات اللي غيكونوا جايين غادي يكون التصوير ديالهم غيكون احسن. لان هذه كنت كندير باني غير بوحده عندي صغيره، مي دابا خديت وحده كبيره يعني اللي غتقدر تشد لي الطابل دو طراي كامله باش نقدر نخدم فراحتي. هانتوما كيف كتشوفوا هنا البنات، دابا ان شاء الله غادي نبداو البسباس نقطعوه. انا خديت ريوس كبارين، يعني ملي مشيت نتقدى عجبوني دوك الكبار، ولكن ملي بغيت نقطعهم خرجوها مني باش مره اخرى نختار غير الصغارين. صافي البنات، هنا كنت بديت انا صحابني كنصور ولكن كنت ما كنصورش، بديت تقطع. المهم خصكم تقطعوهم يكونوا يجيو رقيقين، كتعرفوا الطاجين خاصو تكون الخضره كتكون رقيقه باش كيدخلها الطياب دغيا. كتقطعوا لهم هاد الرويصات البنات. بالنسبه للبنات لهاد العريشات هادو انا ما كنرميهمش، كنستعملهم في السلطه
او كنستعملهم في الزيتون، الزيتون اللي كيكون مرقد بالحامض كتحشيو تاهدو معاهم كيعطيو نكهه غزاله، او كديريه في واحد القليعه ديال الزاج وكتخوي عليهم زيت الزيتون. شفت انا الفرنسيين كيديروهم، يعني كيعطيو واحد النكهه غزاله وكيجي المذاق لذيذ. كتاكلي داك الزيت بصراحه كيجي غزال، كيف ما حنا كانوا يعني جدودنا كيديروا فيه الزعتر. هانتوما كيف شفتوا البنات، شديت داك البسباس كنقطعها على أربعة، وكل نص عاوتاني كنولي نزيد نقسمو على جوج الا حتى كنحصل على الحجم اللي بغيت انايا. كنحاول انني نفسر غير بشويه البنات ونطول على حسب البنات اللي كيكونوا مبتدئات، لانني حتى انا ملي كنت في الاول كنبغي نشوف شي وصفه ولا شي حاجه، كان كيعجبوني الاخوات اللي كانوا كيوريو كل شيء بالتوضيح، ماشي دوك اللي كتوريك غير لقطات بالزربه ما كتعرفيها لا شنو دارت ولا شنو خلات. يعني كان كيعجبني انني شي وحده اللي كتشرح بشويه وبالتفصيل. هانتوما البنات كتحيلوا دوك الرويصات ديالهم اللي كيكونوا شويه تاكسدو يعني ولاو كحل. تقدو تقطعوهم على حسب الحجم اللي بغيتو، الا بغيتو جوج القرق من هكا تقدو، انا كنكتفي بهم هكذا يعني بركه. هانتوما البنات كيف كتشوفوا هنا البنات، هانتوما كتشوفوا بانه راه بدات الطاجين بدا كيغلي. غادي نبدا انا كنستف فيه داك البسباس، يعني غادي نغطي به داك التاج من الفوق، غادي ندورو مع الجنيبات كامل. ودائما كنديرو الراس ديال البسباس كيكون لتحت لان تما اللي كيكون طياب اكثر. وغادي ندير البنات الجلبانه اللي هي البازيلاء، انا كانت عندي في المجمد هذاكشي باش كتشوفوها على حسب هذا اللون. بالنسبه للبنات اللي كيديروا الخضار في المجمد خاصك تجيب ديها ما تخليهاش حتى تسخن، عاد ديريها في يعني في الطاجين او في الطنجره، خاصها من المجمد مباشره للتم باش ما تجيكش قاصحه في الطياب. يعني كتجي بحالي بحال درتيها يعني جديده ما درتيهاش مجمده. هنا كنرش شويه ديال المعدنوس، المعدنوس فقط البنات ما كنديروش القزبر لان درنا غير زريعه القزبر، اما دابا كنديروا المعدنوس. وداك الاناء البنات اللي كنت شرملت فيه دوك الفخيرات ديال الدجاج غادي نضيف له شويه زيت البلديه، شويه ديال مشويه شويه من داك التوابل اللي درنا في الاول، يعني التوابل اللي درنا في الاول ما كاين حتى شي حاجه زايده ولا ناقصه، باش غادي نديرهم فوق ديك الخضيره لانه واخا كنبقاو نهزو المريقه ونديروها فوق الخضره ماشي بحال ملي كتكوني درتي لها حتى هي التوابل ديالها من الفوق، كتجي عاطيها واحد النغمه زوينه وواحد المذاق واحد اخر. نفس التوابل وغادي نزيد مليحه حتى هي لحقاش داكشي اللي درت في الاول غير باش يكفي الفخيرات ديال الدجاج. غادي نضيف عليه الماء اللي غادي يكون سخون البنات، شويه ماشي سخون بزاف، المهم بعدا يكون سخون لان كتعرفوا خصنا نضيفوا الماء يكون دافي للطاجين ديالنا. هانتوما البنات هنا غادي ندير داك التوابل درتها وداك الميها وكلشي. هنا ضفت عليها طماطم اللي قطعتها دوائر وقسمتها على جوج وستفتها في نفس الوقت باش كتجيب لي ديك المريقه ثقيله، وفي نفس الوقت كتعطيني منظر للطاجين ديالي. غادي نغطي عليه ونخليه يطيب ونرجع معكم منين يطيب. كيف كتشوفوا حبيبي صافي الطاجين ديالنا وجد، تقلى كيجي مقلي كيجي معسل كيجي خاطر يعني روعه البنات. زدت عليه انايا الزيتون الحامض وزدت عليه الليمون الحامض حتى هو دوائر باش كيعطي واحد النكهه غزاله، لانه البسباس كيتماشى مع الحامض مع شي حاجه حامضه. كيجي البنات طاجين غزال روعه، ما كاينش ما احسن من التغيير، كل مره غيروا في المائده ديالكم. البنات وصلنا لاخر الفيديو، كنشكركم حبيبي كاملين بنات وولاد، كنشكركم على التعاليق ديالكم الجميله اللي كتخليو راه كنقراها كلها، كنشكركم على التعليق ديالكم، كنشكركم على اللايكات ديالكم، على حسن المتابعه ديالكم. شكرا لكم اللي مازال ما انضمش معنا، مرحبا والف مرحبا، وشكرا لكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.